اهلا وسهلا بكم في قناه ورقه وقلم على اليوتيوب اللي تابعه لمؤسسه طريق النجاح للخدمات الثقافيه والاجتماعيه. نكمل مع بعض الاستمارات اللي خاصه بالعمل الاكاديمي وما قبل الاكاديمي. النهارده هناخد استماره تقييم ما قبل الحساب. احنا اتفقنا وعايزين نقول شويه قواعد كده تاني عشان اللي بيتفرج على الفيديو ده وما اتفرجش على الفيديوهات اللي قبل كده. دايما الشغل الاكاديمي، يعني عشان اعلم ولد مجال اكاديمي بيبقى عامل زي العماره كده، عماره كبيره مكونه من ادوار. عشان العماره دي تبقى متينه وقويه لازم الاساس بتاعها يكون قوي. فالاساس ده هو اللي احنا بنسميه مهارات ما قبل الاكاديمي. يعني مثلا دلوقتي احنا هنشتغل في، عايز اعلم ولد الحساب، فعشان اعلم ولد الحساب لازم يكون عنده المهارات الخاصة بما قبل الحساب اللي هي بنسميها الأساس اللي هيتبني عليه العمارة اللي هي الإيه؟ الحساب، تمام كده؟ اللي هي أوقات بنسميها ما قبل الأكاديمي. فمهارات ما قبل الحساب هي مهارات ما قبل الأكاديمي اللي خاصة بالحساب. طيب إيه العلاقة ما بين الاستمارات اللي إحنا بنعرضها هنا وبين قايمة زي قايمة البورتج مثلا؟ هقول لكم إن ممكن الاستمارات دي نستفيد بيها كمان مع قايمة البورتج، إن قايمة البورتج معمولة للأطفال من سن سنة لستة. والقايمة اللي احنا عاملينها دي تناسب الأطفال بداية من سن، كمان بعض الأطفال من سن 3 سنين، وفي أطفال استمارات من سن 4. كله ممكن يصب في حتة واحدة أو في مكان واحد، واللي هو إن أنا بقيم الطفل عشان آخد قرار هل الطفل ده ينفع يشتغل حساب ولا لأ. فاستمارة التقييم ما قبل الحساب اللي قدامنا دي هدفها إن أنا بعد ما بقيم الطفل أشوف هل الولد دلوقتي عنده استعداد لتعلم الحساب ولا لسه شوية. طيب لو اجتاز كل الاهداف اللي في استمارة التقييم دي يبقى الولد عنده استعداد انه يخش في الحساب. لو في بنود عارفها وبنود مش عارفها، ساعتها بنقول ان الطفل ده لسه ما عندوش استعداد للتدريب على مجال الحساب، لكن في بعض المهارات اللي محتاج يتدرب عليها الاول. تمام كده؟ طيب ملاحظة كمان، الاستمارات دي ممكن تفيد اي اخصائي بيشتغل في مجال الحضانات او مجال التربيه الخاصه. يعني انا متخيل ان ممكن لو اخصائي او مدرس في الكي جي 1 او كي جي 2 تنفيده الاستمارات دي جدا. متخيل لو انت اخصائي تنميه مهارات اكاديميه الاستماره دي هتفيدك جدا. متخيل انك انت لو اخصائي تدخل مبكر يبقى الاستماره دي هتفيدك جدا. متخيل كمان انك انت لو بتشتغل في مجال صعوبات التعلم الاستمارة دي على المستوى البسيط ممكن تفيدك، اللي هو المستوى بتاع المؤشرات. يعني ايه مؤشرات؟ يعني الاستمارة دي ما تقيمش صعوبات تعلم، لكن ممكن تدي مؤشر ان الطفل ده قد يكون عنده صعوبات مثلا في الحساب او اللي بيسموها الديسكالكولي. تمام كده؟ طيب ملاحظة كمان قبل ما نخش نشرح الاستمارة دي، وهي استمارة بسيطة. الاستمارات دي مش اختبارات، دي استمارات تقييم مش اختبارات، يعني ما هياش حاجة مقننة، لكن دي استمارة بنقيم بيها الولد، بنحدد فيها نقاط القوة والضعف وبناخد بيها قرار إذا كنا ندخله حساب ولا لا. طب هو ده ينفع؟ اه طبعا ده ينفع. مش في كل الأوقات احنا بنشتغل على الاختبارات المقننة، وزي ما قال سامويل كيريك وقال علماء كتير جدا ان في بعض الاختبارات اللي احنا الاوقات بنشتغل باختبارات غير مقننه، لان مش في كل الاوقات بنلاقي تقنين في مجال الاختبارات للموضوعات او المهارات اللي احنا محتاجينها. عشان كده تلاقي دايما مثلا الناس اللي بتشتغل في مجال الاختبارات دايما تقع في نقف ودنا كده جمله اختبارات غير مقننه، وان احنا ممكن نستعين بيها. فهي استماره بسيطه، هدفها الاستماره اللي قدامنا دي هدفها انها تاخد قرار هل الولد اللي معايا دلوقتي ينفع يخش ياخد حساب ولا ما ينفعش. تمام كده؟ نبتدي بقى. في البدايه كده هي استماره بنكتب فيها اسم الطفل، سن الطفل، فتره التقييم، القائم بالتقييم، الخبره السابقه. مهم جدا ان احنا نكتب سن الطفل، مهم قوي ان احنا نكتب فتره التقييم. ليه فتره التقييم؟ عشان ممكن الاستماره دي نفسها نعيدها تاني، فنقدر نعمل مقارنه ما بين الاختبار او اللي اتعمل مثلا في شهر 3 سنه 2018 وبين اللي اتعمل في شهر 6 سنه 2018 مثلا بعد مرور 3 شهور يعني. طب القائم بالتقييم مهمه؟ اه طبعا مهمه جدا في شغلنا، واللي بيشتغل في المجال ده عملي يعرف قوي ان مهم ان انا اعرف مين اللي عمل التقييم، وده لسبب فني وسبب اداري شويه.
السبب الفني ان انا محتاج اعرف مين الاخصائي اللي عمل ده عشان ارجع له لو في اي بند او في اي حاجه انا ما فهمتهاش او ليا ملاحظه عليها فمحتاج اساله. فده جانب فني مهم قوي عشان اكتب القائم بالتقييم. في سبب اداري بقى، بس ده يعرفه الناس اللي بتشتغل في الاداره الفنيه، الاداره او المديرين الاداريين، ان اوقات القائم بالتقييم بيدي ثقه شويه للي بيراجع. يعني انا مثلا لما الاقي مثلا ايمن بيعمل التقييم فممكن اشعر ب مثلا القلق شويه، ان ايمن ده قد يكون اول مره يعمل استماره تقييم لطفل، او قد يكون ايمن انا رايي الفني فيه ان هو مش متمكن قوي، طب هتقول لي عملته ليه، خليته يعمله ليه، يعني بيبقى في حاجات كده وابعاد يعني. او قد يكون هو مصدر ثقه ايمن ده، فانا لما الاقي ايمن خلاص يعني. او قد يكون مصدر تعب وارهاق يعني. يعني في بعض الناس لما تعمل اختبارات نقول خلي اختبارها ده يبقى في الاول عشان هو مرهق شويه بيكتب كتير مثلا يعني. فعلى العموم خلينا في السبب الفني، يعني ان هو بيبقى مهم عشان خاطر انا ممكن ارجع للاخصائي ده في اي وقت اساله اي امر جوه الاختبار انا ما فهمتوش. زي ما مكتوب قدامكم دلوقتي هم 16 بند انا هساله في تقييم ما قبل الحساب، وزي ما موجود كده زي ما احنا شايفين في كلمه على الجسم وفي كلمه على الخامه وفي كلمه على ورق وفي كلمه لا يعرف. يعني الاسئله دايما بتبقى مفهومه. يعني مثلا دلوقتي لو خدنا الالوان، هل الولد ده يعرف الالوان على جسمه؟ يعني يعرف مثلا هو لابس تيشيرت احمر، يعرف ان هو لابس بنطلون اخضر، ده الجسم. على مرحله الخامه مثلا ان هو يعرف ان فلان لابس تيشيرت احمر او لابس بنطلون اخضر. على مستوى الورق اللي هو الحاجه العمليه الرمزيه، العمليه الرمزيه يعني. دي مهمه قوي على فكره في شغلنا يعني مثلا في مثلا الاتجاهات فوق وتحت مثلا، مهم قوي ان الولد يقدر يعرف بجسمه ان هو فوق الترابيزه دلوقتي، ان هو تحت الترابيزه دلوقتي، ان هو نزل تحت الدولاب دلوقتي، ده بجسمه. بعدها بيعرف على الخامه، يعني انا ممكن امسك الكوره واشوطها تحت الحبل او اشوطها من فوق الحبل. بعد كده على مستوى الورق والرمز ان انا اعرف الاتجاهات برضو، ان في صورة شجرتين، في شجرة عصفورة تحت الشجرة وفي عصفورة فوق الشجرة في الصورة التانية، انهي عصفورة فيهم فوق الشجرة وانهي تحت الشجرة، ده مستوى الرمز. لا يعرف دي معناه انه ما يعرفش اصلا. طب انا دلوقتي في الحساب، انا دلوقتي ركزوا في الحساب، انت قلت لنا في الاول ان انا عايز اخد قرار اذا كان الولد ده ينفع يشتغل اكاديمي حساب ولا ما ينفعش. ايه اللي يهمني في الثلاثة دول؟ يعني هل يهمني انه مجتاز على الجسم ولا الخامة ولا الورق؟ لا، اقول لك في الحساب مهم انه يجتازها على الورق، عشان كده الاستماره اللي قدامنا دي هي استماره على الورق. يعني انا لما اجي اقيم الولد مثلا في يشيل اجزاء الجسم مش هقول له فين عينك ولا فين مناخيرك ولا هقول له فين عيني وفين مناخيري، انا هديله رسمه مرسومه اقول له فين العين وفين المناخير مثلا يعني. فهمتوا ليه بقى؟ لان ده قراري النهائي، ده قراري انا عايز اخد قرار فبعملها على ورق. طب لو طلع الولد ما يعرفش هنضطر بقى نرجع نقيمه تاني على الهدف دوت، هل يعرفه على الخامه ولا يعرفه على الجسم، ونبدا نعمل الشغل بتاعنا. تمام؟ لا يعرف معناها انه ما يعرفش. لا يعرف معناها ايه؟ انه ما يعرفش. وهنا بنكتب ملاحظات لو في اي حاجه ظهرت لنا اثناء التقييم يعني. نقرا البنود في الاستماره وبعد كده نشوف شكلها. اول حاجه مفهوم ديمومه الشيء. ديمومة الشيء معناها الاستمرارية، معناها هل الطفل ده عارف ان الشيء ده موجود على الرغم من اختفائه من قدامه ولا لا. يعني مثلا انا عارف دلوقتي ان وانا داخل الفصل خدوا مني مثلا الشنطة، فدخلت الفصل وشغال، فانا عارف ان الشنطة بره، انا عارف انها موجودة. لكن في اطفال بتعتقد ان عدم وجود الشيء قدامهم معناه انه انعدم، يعني بقى غير موجود يعني. وعادة المفهوم ديمومة الشيء ده الناس بتعرفه مثلا في سن على فكرة 8 شهور 9 شهور، حتى مشهور بلعبة بخ. الولد لما تيجي مامته تختفي من قدامه فهي مش موجودة، هو ما عندوش مفهوم ديمومة الشيء، فيقعد يعيط ويوقوق وي وي وي، فتيجي الأم تقوم ظاهرة فجأة وتقول له بخ، فيبتدي يضحك فتختفي ومعيط تاني فتظهر تقول له بخ وهكذا يعني. بصرف النظر إذا كانت اللعبة دي بتخض ولا ما بتخضش الأطفال، لكن أنا بتكلم عن مفهوم اسمه ديمومة الشيء. وعلى فكره المفهوم ده بيكبر معانا قوي وبيفيدنا بعد كده في حاجات زي مثلا عمليات الجمع بالاضافه، مثلا ان 4 زائد 9 بتساوي 13، 3 ومعانا الواحد، فبيفضل في دماغنا يعني، هو مش مكتوب لكن هو في دماغنا يعني.
يشير بعد كده لاجزاء الجسم. اجزاء الجسم اهم هدف في ما قبل الحساب. طب انتوا ليه بتحطوه؟ مش ناس كتيره بتحط الهدف ده، احنا بنحطه عشان اللي جاي. يعني اللي جاي يعني هتلاقوا بعد كده في حاجه اسمها الاحجام والاطوال والاتجاهات، وكل دي مفاهيم فراغ، مفاهيم مساحه، عايزه مساحه. فعشان الولد يبقى عنده وعي بالفراغ او وعي بالمساحه، لازم الاول يكون عنده مفهوم اجزاء الايه الجسم. بيشير للالوان، يعرف الالوان ولا لا. وانا هنا يفرق معايا اول تلات الوان او خمس الوان، مانيش عايز ولد يبقى فنان ورسام، انا عايز بس ايه يعرف على الاقل الاحمر والاخضر والازرق والاصفر مثلا والابيض، يعني عشان الزملكاويه ما يتضايقوش يعني. طيب أربعة، بيشير للشكل الهندسي، وبرضه أنا بهتم بالأشكال الهندسية الرئيسية زي الدايرة والمربع والمثلث، ممكن أدخل المستطيل معاهم والمعين يعني. الأحجام، خدوا بالكم الأحجام اللي هي كبير وصغير، وفي أوقات مفهوم خفيف وتقيل، أوقات بنحطه في الأحجام، وأوقات بنحطه بند لوحده. يعني ممكن تلاقيه بند مثلا رقم 17 اسمه اللي هو الأوزان مثلا، أو خفيف وتقيل، لكن في ناس بتحطه من ضمن مفاهيم الأحجام علشان ده خفيف وتقيل يعني. طب الأطوال، الأطوال يشير طويل وقصير، وفي على فكرة حاجات تانية مع الأطوال والأحجام، يعني مثلا مش بس كبير وصغير، لكن في الأكبر والأصغر، وكمان في اصغر من واكبر من. نفس الحكايه في الاطوال، هو مش طويل وقصير بس، لكن في اطول من واقصر من، وفي الاطول وفي الاقصر. بعد كده الاتجاهات بقى، ودي فيها اربع حاجات زي ما انتم شايفين، ان هو يشير لفوق وتحت، بعد كده يشير لقدام وورا، وبعد كده مفهوم جوه وبره، بعد كده مفهوم يمين وشمال، اللي هو يعتبر من اقوى واهم الاهداف يعني، يمين وشمال. نمرة 12، هدف اسمه التناظر، اللي هو اللي هو 1 تو 1، اللي هو واحد لواحد. عارفين زمان لما كانت ماما مثلا تقول لنا امسك المعالق، حط في المعالق في الاطباق، فكان مثلا احط معلقه في طبق بابا، احط معلقه في اللي طبق ماما عشان لما ترجع، احط معلقه لطبق اخويا ومعلقه ليا. ده اسمه التناظر يعني، اللي هو اوقات في كتب الكيج 1 لو تفتكروا يرسموا لك رسمه كده، وعلى اليمين في تفاح وعلى الشمال في اطباق، وانت توصل لكل طبق تفاحه يعني. ده اسمه التناظر يعني. وده مهم في ما قبل الحساب؟ اه طبعا مهم في ما قبل الحساب، زي ما بنقول في الكورسات عندنا، في ان في كورس صعوبات التعلم، ان التناظر مهم عشان الولد لما بيجي يعد. يعني تعرفين في ولاد تيجي تقول له مثلا عد صوابعك، فيقول لك 1 2 3 4 5 6 7 8. فيا ابني هم عد تاني، فيقعد يعد يقول لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يا حبيبي عد، هو الولد مش عندوش مفهوم ان يدي لكل صابع رقم، فعشان كده يقول لك 1 2 3 4 5 ويسكت، فهو بيكمل، لو ما عندوش فكره ان ادي لكل صابع رقم، اللي هي مفهوم التناظر يعني. نمره 13، هدف انه يصنف كميات ومجموعات، اللي هو التصنيف عامه. عارفين التصنيف اللي هو اديك فواكه مثلا وخضار، وصور كتير لفواكه وخضار ومثلا حوالين بعض متلخبطين، ويقول لك حط الفواكه هنا وحط مثلا الطيور هنا، او احط لك خضروات وفواكه وحط الخضروات هنا والفواكه هنا. ده اسمه تصنيف، وده طبعا مهم في الاحاد والعشرات يعني. كمان هدف الكميات دون عد، اللي هو كتير وقليل، مهم قوي ان الولد يعرف كتير وقليل بالشكل. على فكره عارف لما تيجي بقى انت ماسك مثلا في ايديك شويه بيلي وفي الايد الثانيه شويه بيلي، فيقول لك لا البيلي اللي هنا ده اكبر بكتير، البيلي اللي هنا كتير يعني. طيب بعد كده في كمان هدف يرتب بقى، اللي هو الترتيب، اللي هو يرتب من الاول للاخير، من الاول، من واقف في الاخير، من الثاني، من الثالث، وهكذا. وبعد كده الهدف رقم 16، اللي هو التسلسل، اللي هو تسلسل بحسب الاحجام والاطوال. عارف مثلا في الطابور الطويل ورا والقصير قدام، الحاجات دي كانت بتبان فيها الاهداف دي بشكل كويس يعني. ماشي، طيب تمام.
نتكلم دلوقتي عن الاستماره دي. الجزء ده هتكلم عنه بعد شويه، يعني الجزء ده هتكلم عنه بعد شويه، يعني استاذنكم بعد شويه هنتكلم عنه لما نيجي نعرض الفقرات. انا دلوقتي عايز اعرض الفقرات كلها، عايز اعرض الفقرات بقى اللي هي شكلها اللي احنا شرحناهم دلوقتي شكلهم بيكون ازاي. دلوقتي بقى احنا هناخد اللي هو الورق العمل نفسه اللي احنا بنختبر بيه الطفل بقى. يعني مثلا قدامكم دلوقتي اللي هو الورقه اللي هقيم بيها اذا كان بيعرف يشاور على اجزاء الجسم ولا لا. فانا بقول له دلوقتي لو كان الطفل ناطق ممكن اقول له مثلا دي صوره ايه، 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 وهو يجاوب. لو كان الطفل غير ناطق فانا هقول له شاور، يعني مثلا فين صوره البق، فين صوره سوري المناخير، فين صوره، واقول مناخير او الانف زي ما انت ايه احنا بنقصد هنا المعرفه، فين صوره الرجل، فين صوره الايد. فلو كان الطفل مش بيعرف يتكلم يعني ده بيشيل اجزاء الجسم. طبعا اتفقنا لو هو مثلا بيعرف يشاور على العين مثلا والودان يبقى وما مشاورش على الباقي، يبقى الخطه بتاعته التدريبيه انه هيتدرب على ان هو يعرف الانف والايد والرجل. ده الهدف بتاع الالوان، وده الورقه الوحيده اللي ممكن تحط فيها الاختبار ملون، يعني الباقي كله ابيض واسود لكن دي الملونه عشان هي الوان. وزي ما انتم شايفين اخترنا 6 الوان ضفنا ليهم بس الابيض والاسود. انا بقول له برضو لو كان ناطق ده لون ايه، ده لون ايه، ده لون ايه، ده لون ايه. لو كان غير ناطق اقول له فين اللون الاحمر يشاور عليه، فين اللون الاخضر يشاور عليه، فين اللون الابيض يشاور عليه. ملاحظه بس ان دايما احنا بنشتغل في التقييمات نلاحظ انك ما تبقاش ماشي على وتيره واحده، لان في المعالجه المخيه بتاعت الاطفال وبتاعت كل بني ادم ان دايما بتميل في اول قرار ليها للترتيب، يعني او يعني الترتيب، يعني ممكن فين اللون الاحمر فشاور على ده، فانت تقول لي فين الاصفر فهو كده كده كان هينزل تحت، فاهمين كده؟ او فين اللون الاحمر اهو، طب فين اللون الاخضر هو كده كده كان هيجي كده، يعني فاهمين الفكره؟ فحاول مثلا تقول له فين اللون الاحمر، فين اللون الاسود، فين اللون الاخضر، فين اللون الاصفر كده يعني. ده الهدف برضو بتاع الاشكال الهندسيه. ولاحظ ان احنا اخترنا الدايره والمربع والمثلث، ولاحظ ان احنا مكررينهم كتير عشان نتاكد اذا كان الطفل عارف ولا لا. لو قلت له شاور على المثلث فشاور على ده وبعد كده راح مشاور على ده يبقى هو ما يعرفش المثلث، فزودناها اكتر. وبرده ما تنسوش فكره اذا كان ناطق او اذا كان غير ناطق، فناطق هيسمي غير ناطق هيشاور. ده بقى الهدف بتاع الاحجام اللي هو كبير وصغير. زي ما انتم شايفين دايما بنقسم لصورتين، صوره اولى بنختبره وصوره ثانيه نعيد الاختبار لربما يكون الاجابه الاولى كانت اجابه عشوائيه. يعني انا دلوقتي بقول له في قدامك طبق وطبق، عايزك تشاور لي على الطبق الصغير، عايزك تشاور لي على الطبق الكبير. هنا برضو نفس الحكاية، احنا قدامنا في كورة وفي كورة، عاوزك تشاور لي على الكورة الكبيرة، عايز تشاور لي على الكورة الصغيرة. وحاول دايما انك تنوع في القاء الاسئلة عشان ما يبقاش دايما بتبدأ سؤال بالشيء الصغير ودايما تنهي بالشيء الكبير مثلا. ده برضو اللي هو خفيف وتقيل، ودايما نلاحظ ان احنا نمشي بالسؤال. فانا بقول له دي صورة مثلا حمامة ودي صورة فيل او صورة عصفورة حسب ما الولد شايفها، وعايزك تقول لي انهي فيهم خفيف انهي فيهم تقيل. وممكن افصل له على فكره، يعني ممكن اقول له مثلا انهي فيهم تقدر تمسكه بايدك وانهي ما تقدرش تمسكه بايدك، ربما هو يفهم دي. لانك عايزك تلاحظ ان احنا بنعمل استماره تقييم بسيطه، ما هياش اختبار مقنن. انا بعمل استماره تقييم بسيطه عشان احدد نقط القوه ونقط الضعف عند الولد. نفس الحكايه تحت، في ده دب وده فار، عايزك تقول لي انهي فيهم خفيف وانهي فيهم تقيل. ولاحظ اكتر ان الطفل لازم يكون عارفهم، يعني ما ينفعش الولد ما يكونش عارف الدب وما يكونش عارف الفار وانا اقول له انهي فيهم خفيف وانهي فيهم تقيل. كمان نفس الحكايه هنا برضو في الاتجاهات فوق وتحت، انا بقول له احنا معانا هنا شجره وشجره وفي عصفوره وفي عصفوره. ممكن تقول لي فين العصفوره اللي فوق الشجره، ممكن تقول لي فين العصفوره اللي تحت الشجره. احنا عندنا هنا كرسي وكوره وفي كوره وكرسي، ممكن تقول لي فين الكوره اللي فوق كرسي، فين الكوره اللي تحت كرسي. ولاحظ ان لازم يكون نفس الخامه او نفس الشيء، يعني هنا كوره تحت الكرسي يبقى لازم تكون الكوره فوق الكرسي، يعني ما ينفعش احط مثلا بالونه فوق الكرسي، ما ينفعش احط مثلا كوره فوق الشجره وكوره تحت الشجره، لا نفس الشكل يعني عشان استخلص ظرف المكان يعني. طويل وقصير برضه عملنا ورقتين عشان نتاكد ان اجابات الولد مش عشوائيه، دي عصايه وعصايه، شجره وشجره، فين الشجره الطويله، فين الشجره القصيره، فين العصايه الطويله، فين العصايه القصيره.
ده قدام وورا، فين الكرة اللي قدام الكرسي، فين الكرة اللي ورا الكرسي. ده هدف جوه وبره، وزي ما انتم شايفين انا بقول له في طبق هنا وفي طبق هنا، وفي معانا بيضه، بيضه هنا وبيضه هنا، عايزك تقول لي في انهي بيضه اللي جوه الطبق وانهي بيضه اللي بره الطبق. هنا في طبق وطبق، وفي طبق مليان تفاح، وفي طبق التفاح بره بره، عايزك تشاور لي على الطبق اللي جوه، اللي جوه التفاح، عايزك تشاور لي على الطبق اللي جوه التفاح بره. ده هدف يمين وشمال، ولاحظ ان انا عملناه على شكلين برضو، بس يعتبر هما تلاتة اصلا، لان انا هنا بقول له شايف بابا، معروف طبعا في تقييمات الاطفال الصغيرين اي راجل كبير هو بابا، واي ست كبيرة هي ماما، واي شخص في سنه هو يا اخويا يا صاحبه يعني. فانا دلوقتي بقول له شايف بابا، ده فين ايده اليمين فين ايده الشمال، شاور يعني شايف ماما فين ايديها الشمال فين ايديها اليمين. بعد كده الصورة اللي تحت بقول له ده بابا ودي ماما، مين فيهم رافع ايديه اليمين مين فيهم رافع ايديه الشمال. ده هدف التنازل لو فاكرين اللي احنا شرحناه. انا بقول له ادي لكل تفاحة طبق، وصلها. افرض الولد وصل التفاحة دي للطبق، ووصل التفاحة دي للطبق، والتفاحة دي للطبق، والتفاحة دي للطبق، وراح جه هنا راح عامل التفاحة دي في الطبق ده والتفاحة دي في الطبق ده، يبقى الإجابة غلط، للمفترض تفاحة بس لكل طبق. ده التصنيف، وزي ما انت شايف صورتين. انا هنا بقول له ايه هنا اللي في الصور، ده شبشب، دي رجل، ايد، مشط، مناخير، ودان، عاوزك تقول لي ايه اللي فيهم في مجموعه واحده، ايه اللي فيهم في حاجات واحده. طب افرض الولد ما فهمش السؤال وما فهمش في كمان كلمه التصنيف لو قلتها له، ممكن اقول له الرجل والايد والشبشب ايه اللي فيهم زي مع بعض، هيقول لي طبعا الرجل والايد. اقول له طب مين في الصوره تاني ممكن يبقى معاهم، لو قال لك المناخير والودان يبقى الاجابه صح، لو قال لك المشط واي حاجه تاني يبقى الاجابه غلط. هنعمل نفس الشيء تحت، زي ما انتم شايفين في فاكهه كتير وفي خضار وفي تلفزيون، سوري كوره يعني، يعني في او خلينا نقول في حاجات تتاكل وفي كوره وفي تلفزيون. ده الكتير والقليل. انا بقول له بص هنا في ورد ورد، وهنا في ورد، عاوزك تقول لي انهي دايره هنا مليانه ورد كتير، انهي دايره هنا فيها ورد اقل. لو الولد كان طلع معاك في الاختبار بتاع الاشكال الهندسيه ما يعرفش الدايره، ممكن نقول له بص هنا في ورد وهنا في ورد، عايزك تقول لي انهي مكان او انهي حته فيها ورد كتير، انهي حته فيها ورد صغير قليل، انهي صوره هنا فيها ولاد كتير، انهي صوره هنا فيها ولاد قليلين. ماشي. بالمناسبه اقول لكم ملاحظه، افرض ان انا هنا بقول له مثلا انهي صوره، بعد ما قلت له يعني قلت له انهي صوره فيها ورد كتير، ها، او راح مشاور هنا مشاور هنا، برضه هساله سؤال اقول له انهي صوره او انهي حته فيها ورد قليل. ليه هتقول لي ده؟ هتقول لي ما هو اكيد الولد هيجاوب يحط هنا. اقول لك برضه لازم ندي للولد حقه وندي الاختبار حقه، وربما يرجع يشاور هنا، او حتى لو شاور هنا يبقى هو بقى اللي مصمم على الاجابه الخطا يعني. ده الترتيب. انا بقول له هنا شايف في عجل، ولاد راكبين عجل وبيسوق عجل، قول لي مين اول ولد، مين اخر ولد، مين تاني ولد. شايف الصوره اللي تحت، بابا ماما واخواتي وكلهم، ممكن تقول لي انهي في الصوره في النص، مين اللي في الصوره في النص. الورقه الاخيره دي اللي هو الاكبر والاطول، يعني يعني بص الصوره هنا دي كوره 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 كوره، ممكن تقول لي انهي اطول كوره، انهي الاطول، سوري انهي الاكبر، ممكن تقول لي انهي الاصغر. وبعد كده ممكن اقول له ممكن تقول لي الكره دي انهي كره فيهم اكبر منها، ممكن الصوره دي شايف الكره دي، ممكن تقول لي انهي كره اصغر منها. نفس الحكايه في الاطوال، اقول له ده راجل وده راجل وده راجل وده راجل، ممكن تقول لي مين الاطول، ممكن تقول لي مين الاقصر، ممكن تقول لي الراجل ده مين اقصر منه، ممكن تقول لي الراجل ده مين اطول منه. نرجع للاستماره بقى عشان اتخيل الشكل. ادي عندي 16 بند، طبعا لنفرض ان هو في 10 في 5 جاوب عليهم صح و10 جاوب عليهم غلط، بنيجي هنا ونكتب الحاجات اللي جاوب عليها صح، وهنا نكتب الحاجات اللي جاوب عليها غلط، ونيجي هنا نختار مثلا لو هو جاوب على 10 غلط، قول مثلا البرنامج بتاعي اول 3 شهور هيكون 5 اهداف، وبعمل عمليه تناسب مع الجلسات اللي هديها للولد، فتلاتة 3 شهور على 5 اهداف، فمثلا ممكن اكتب الخمس اهداف هنا وخلاص. لو في ملاحظات بكتبها، القائم بالتقييم، المشرف الفني والاداره.
شكرا لكم، والى اللقاء تاني في نفس القناه على عرض استماره تانيه. لو حد عاوز النسخه المعروضه دي عايزينها نبعتها لكم، بس مطلوب منك تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو في صفحتك على الفيس، وكمان تكتب لي كومنت على الفيديو دوت بالايميل الخاص بيك وانا هبعتها لك. شكرا لكم. كان معكم ايمن عبد الله بشير، المدير الفني لمؤسسه طريق النجاح للخدمات الثقافيه والاجتماعيه، على قناه ورقه وقلم على اليوتيوب التابعه للمؤسسه. شكرا لكم والى اللقاء.